السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. النهاردة هننفذ مع بعض السحابة دي. السحابة دي سهلة جدا، مش محتاجة اكتر من ان تكوني على علم بغرزة الحشو والتزايد والتناقص. انا النهاردة هستخدم معاها خيط قطن، وهستخدم محتاجة تكون عندي عيون سيفتي، خيط تطريز، وممكن العيون دي لو متوفرة عندك، وده بكر التطريز، وطبعا محتاجة فايبر. يلا بينا نبدأ مع بعض. في قطعة النهاردة هشتغل بخيط قطن على فتلتين وإبرة مقاس 4. هبدأ بعشرين سلسلة وأعمل سلسلة ارتفاع، واشتغل في تاني سلسلة من الإبرة غرزة حشو، بدخل جوه السلسلة، أسحب الخيط، عندي حلقتين على الإبرة، ألف الخيط وعديه من الحلقتين اللي على الإبرة. هي دي كده غرزة الحشو. هكمل العشرين غرزة حشو، وصلت لآخر غرزة حشو، وهعمل سلسلة ارتفاع وأبدأ معاكم السطر التاني. السطر التاني هعمل 19 غرزة حشو، واجي عند العشرين واعمل تزايد. يبقى السطر الاول بدأت بعشرين سلسلة وعملت عشرين غرزة حشو، والسطر التاني هعمل 19 وفي العشرين هعمل تزايد. بالنسبة لأعداد السلاسل اللي انا بدأت بيها، انت مش ملزمة تبدأي بيها، انت ممكن تبدأي بعدد اقل او عدد اكبر. الفكرة كلها في التزايد والتناقص اللي انا هوضحهولك دلوقتي، هو ده اللي بيدي الكيرف بتاع السحابة. بالنسبة للمقاسات أو عدد السلاسل اللي هي في البداية دي راجع ليكي، حابة تبدأي بعدد أقل أو عدد أكبر زي ما تحبي. وطبعا المقاس هيختلف حسب لو شغالة بخيط سميك أو بخيط رفيع. مقاس الخيط ومقاس الإبرة بيختلفوا، بيخلوا مقاس السحابة بيختلف من شغل لشغل. هنا خلصت 19، وهاجي عند اخر غرزة حشو وهعمل فيها تزايد. هعمل اتنين في نفس المكان، هدخل تحت حلقتين حرف الفي، اسحب الخيط، وادي كده اول غرزة حشو، وهعمل التانية كده معايا تزايد، واعمل سلسلة ارتفاع وابدأ السطر التالت. السطر التالت في اول غرزة حشو هعمل فيها تزايد، واكمل كل غرز الحشو لغاية النهاية. هنا خلصت السطر الثالث، وهبدأ معاكم السطر الرابع. هعمل سلسلة ارتفاع والف الشغل. طيب انا عايزة اوضح بس جزئية، ان الناحية اللي هعمل فيها التزايد او التناقص هي ناحية واحدة، الناحية التانية هتبقى مستقيمة، أما ناحية التزايد والتناقص اللي هي كيرف السحابة هي هتبقى ناحية واحدة من الناحية دي اللي بدأت فيها. تمام؟ يبقى هشتغل هنا غرز حشو، وآخر غرزة حشو هعمل فيها التزايد. يبقى السطر الرابع هشتغله كله غرز حشو، وفي آخر غرزة حشو هعمل فيها التزايد. هكمل بقى السطر كله بغرز الحشو، واعمل هنا التزايد في السطر الرابع في اخر غرزة حشو. وصلت هنا لنهاية السطر الرابع واخر غرزة حشو، هعمل فيها التزايد، اتنين حشو في نفس المكان، وهبدأ الخامس سلسلة ارتفاع، وفي اول غرزة حشو هعمل التزايد. وانا وضحت لكم ان هي ناحية واحدة اللي فيها دايما التزايد او التناقص. تمام؟ في اول غرزة حشو عملت تزايد، هكمل بقى السطر الخامس كله بغرز حشو، والسطر السادس هشتغل كل غرز حشو، واجي في اخر غرزة اعمل فيها تزايد، وابدأ السابع بتزايد واكمله كله بغرز حشو. يبقى انا عشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل هوضح لكم،
انا هنا التزايد بيتم في ناحية واحدة او التناقص. انا هنا في السطر الخامس هكمل كله بغرز حشو، وابدأ السادس كله بغرز حشو، واجي في اخر واحدة اعمل فيها تزايد، والسابع ابدأه بتزايد واكمله كله بغرز حشو. هكمل انا بقى السطر الخامس والسادس والسابع تزايد في نفس المكان اللي بعمل دايما فيه التزايد، وارجع لكم تاني. وهنا خلصت السطر السابع معاكم، وهنبدأ مع بعض السطر الثامن، سلسلة ارتفاع ونلف الشغل. هنشتغل غرز حشو لغاية ما نوصل لآخر غرزتين حشو عشان هنعمل فيهم تناقص. يبقى السطر الثامن هشتغله كل غرز حشو، واسيب آخر غرزتين حشو هنعمل فيهم تناقص. السطر الثامن انتهيت وباقي عندي آخر غرزتين حشو هعمل فيهم تناقص. هدخل في أول غرزة حشو من الاتنين واسحب الخيط واخليه على الإبرة، وادخل في اللي بعديها واسحب الخيط والف واسحب التلات حلقات مرة واحدة. هو ده التناقص. يبقى هوضح لكم التناقص تاني. تناقص ان بسحب بخلي عندي اخر غرزتين حشو باخدهم في غرزة واحدة، ادخل تحت حلقتين حرف الفي، اسحب الخيط اخليه على الابرة، وادخل في اللي بعديها واسحب الخيط والف الخيط واسحب التلاتة مرة واحدة. هبدأ السطر التاسع سلسلة ارتفاع وهبدأ بتناقص، يعني هياخد غرزتين حشو في غرزة واحدة. هدخل تحت حلقتين حرف الفي، اسحب الخيط وادخل في الغرزة اللي بعديها والف واسحب الخيط من التلاتة مرة واحدة. ده كده بداية السطر التاسع، واكمل غرز حشو بقية السطر كله، وهكمل بنفس الطريقة لغاية السطر الحداشر تناقص. يبقى هكمل التاسع كله غرز حشو، وابدأ العاشر كله غرز حشو، واخر غرزتين هعمل فيهم تناقص، وابدأ الحداشر برضو بتناقص واكمله كله. هوصل للسطر الاتناشر وارجع لك تاني. انا كنت قلت لكم ان احنا هنكمل السطر الحداشر تناقص، انا بعتذر لكم، احنا هنكمل كمان السطر الاتناشر تناقص، وهنيجي في نهاية السطر الاتناشر اخر غرزتين حشو هنعمل فيهم تناقص. وبعد كده هعمل خمستاشر سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. وفي تاني سلسلة من الإبرة هدخل فيها واعمل غرزة حشو. هكمل بقى السطر كله على سطر السلاسل ده بغرز الحشو، وكمان هكمل معاه السطر هنا كله بغرز الحشو. وهنا خلصت، مشيت بغرز حشو على السلاسل وعلى السطر، وده كان نهاية السطر التلاتاشر. هنبدأ مع بعض السطر الاربعتاشر سلسلة ارتفاع ولف الشغل. هشتغل بقى من السطر الاربعتاشر لغاية السطر الستاشر تزايد. يعني ايه؟ يعني همشي على كل الغرز الحشو دي بغرزة حشو، واجي في اخر سلسلة واعمل فيها تزايد. ده بالنسبة للسطر الاربعتاشر. وهبدأ الخمستاشر بتزايد واكمله كل حشو، وابدأ الستاشر حشو وانهي بتزايد. تمام؟ هيبقى هنكمل مع بعض التلات اسطر. هيبقى التزايد دايما هنا في الجانب ده، وده قلنا الجانب ده مستقيم، وارجع لكم تاني. ووصلت هنا لنهاية السطر الستاشر، وهعمل في اخر غرزة حشو تزايد اتنين حشو في نفس المكان، وهبدأ معاكم السطر السبعتاشر سلسلة ارتفاع ولف الشغل.
السطر ال 17 هبتديه بتناقص، يعني هاخد غرزتين حشو في غرزة واحدة، واحد وادخل في اللي بعديها اتنين واعمل تناقص، واكمل بقية السطر عادي بقى بغرز الحشو. يبقى السطر ال 17 هبتدي بتناقص، هكمل لغاية السطر ال 22 تناقص، هبدأ 17 كده زي ما بدأت بالتناقص اكمل حشو، 18 كله حشو وهنهي بآخر اتنين تناقص، وابدأ 19 بتناقص والحشو، بالنسبة للعشرين هبدأ حشو وهيبقى نهايته تناقص، والواحد وعشرين واتنين وعشرين بنفس الطريقة. يبقى هكمل من 17 لاتنين وعشرين تناقص، زي ما وضحت لكم جانب واحد هو اللي بنعمل عليه التزايد او التناقص، وده الجانب ده مستقيم. هكمل بقى من 17 لاتنين وعشرين وارجع لكم تاني. ووصلت نهاية السطر الاتنين وعشرين، وهعمل تناقص في اخر غرزتين حشو، واعمل سلسلة ارتفاع والف الشغل، وهبدأ السطر 23 بتزايد. اول غرزة حشو هشتغل فيها اتنين، واكمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو لاخر الدور. هكمل السطر 23 كله بغرز الحشو، وابدأ 24 برضو واعمله كله حشو، واخر غرزة هعمل فيها تزايد. يبقى 23 و24 تزايد. وصلت لنهاية السطر ال 24 وهعمل في آخر غرزة حشو تزايد اتنين في نفس المكان، وهبدأ معاكم السطر ال 25 سلسلة ارتفاع والف الشغل. هعمل بقى من 25 ل 28 تناقص. السطر ال 25 أول غرزتين حشو هاخدهم تناقص، وأكمل كل بقية السطر بغرز الحشو بدون أي تزايد أو تناقص. يبقى السطر ال 25 هبتدي بتناقص وأكمله كله حشو، وهعمل 26 و27 و28 تناقص. طبعا التناقص هيبقى في آخر غرزتين حشو من السطر اللي دايما في الاتجاه ده اللي هو فيه الكيرف، تمام. ووصلت لنهاية السطر ال 28 وهعمل في آخر غرزتين حشو تناقص، واعمل سلسلة ارتفاع، وهبدأ السطر ال 29 بتزايد اتنين حشو في نفس المكان، واكمل بقية السطر كله بغرز الحشو. هيكون التزايد هنا هيبدأ معانا من السطر ال 29 للسطر ال 32، ودايما زي ما قلت لكم بيكون التزايد في الناحية ديت، سواء كانت أول غرزة أو الأخيرة، غرزتين حشو في نفس المكان. هكمل لغاية السطر 32 تزايد وارجع لكم تاني. ووصلت هنا لآخر سطر ال 32 وهعمل فيه تزايد اتنين حشو في آخر غرزة، وهنعمل سلسلة ارتفاع ونبدأ السطر 33. السطر 33 هنبدأه بتناقص، بندخل تحت حلقتين حرف الفي، نسحب الخيط نخليه على الإبرة، نخش في غرزة الحشو اللي بعديها ونسحب الخيط ونلف الإبرة ونسحب التلاتة مرة واحدة، وهنكمل بقية السطر عادي بغرز الحشو. هعمل من السطر 33 للسطر 38 تناقص، وزي ما قلت لكم التناقص او التزايد دايما بيبقى في الكيرف اللي احنا مكملين عليه، يبقى في اخر غرزتين حشو من السطر اللي هيكون من الناحيه دي، تمام. هكمل بقى من 33 ل 38 تناقص وارجع لكم تاني. ووصلت هنا لنهايه السطر ال 38 ونهيته بتناقص، وهنعمل سلسله ارتفاع والف القطعه بتاعتي، وهبدا من السطر ال 39 للسطر ال 44 ست اسطر تزايد، غرزتين حشو في نفس المكان، وبقية السطر حشو. وزي ما وضحت لكم التزايد او التناقص بيتم في الناحية اللي احنا مكملين فيها الكيرف بتاع السحابة. يبقى هكمل ست اسطر تاني تزايد، وانتهيت هنا من السطر ال 44 كان نهايته تزايد، وهنبدأ مع بعض السطر ال 45 سلسلة ارتفاع
ونلف الشغل، وهنبدأ بتناقص. هكمل بقى من السطر 45 للسطر 55 تناقص، وبكده هتكون القطعة بتاعتنا خلصت. هكمل 11 سطر تناقص وارجع لكم تاني. ورجعت لكم هنا بعد ما خلصت السطر 55 كان تناقص، وزي ما قلت لكم من 45 لل 55 هنشتغل تناقص، وبكده القطعة بتاعتنا خلصت وده شكلها. هننفذ قطعة تانية زيها بالظبط بنفس عدد السلاسل اللي ابتديت بيها وبنفس كل حاجة، التناقص والتزايد زي ما هي هي بالظبط. انا كنت خلاص اشتغلتها قبل كده، هجيبها احطها واتأكد ان هي محطوطة صح، احطها فوقيها نمشي مع بعض زي الكيرفات بالظبط. وهنبدأ التشبيك، هنبدأ التشبيك من تحت هنا الاول، هنمشي عليها بغرز الحشو. اول حاجة بس هندخل كده في القطعة ديت ونعمل منزلقة بندخل فيها ونعدي من على الإبرة الحلقة، هي دي المنزلقة. بعد كده هنبدأ بقى ناخد بين الغرز، ندخل كده تحت الغرز بالإبرة وندخل في الناحية التانية ونبدأ نشتغل حشو بالشكل ده. هندخل كده بقى تحت الغرز ونعمل حشو، القطعة اللي قصادنا هندخل فيها وندخل في الناحية التانية ونسحب الخيط منها ونعمل حشو. هكمل السطر كله بنفس الطريقة بغرز الحشو، هشبكها كلها لغاية النهاية بغرز الحشو. هشبك بقى السطر كله وارجع لك تاني زي ما شفتوا اهو، بندخل هنا كده ندخل في التانية نسحب الخيط ونعمل حشو. هكمل السطر كله وارجع لكم تاني. ورجعت لكم هنا بعد ما خلصت غرز الحشو. دلوقتي قبل ما اكمل بقية السحابة هنعمل حاجتين، ان احنا نركب العين والفم. دلوقتي ممكن نستخدم بكر التطريز ده للعين لو انت تعرفي تطرزيها، وفي نوعين تاني، ده نوع، وعيون السيفتي ده نوع تاني. بالنسبة لعيون السيفتي دي بتبقى متوفرة بكذا مقاس وبكذا لون، ده اللون اللي انا لقيته. لو هتركبي السيفتي لازم تركبيها الاول قبل ما تقفلي القطعة بتاعتك، عشان بتدخل كده وبتقفليها من ورا بالقطعة التانية. ولو هتركبي بقى النوع ده ممكن تركبيه برضو في الاول او في الاخر براحتك، شمع كده صغير وتروحي مثبتاها. وطبعا لو هتطرزيها ممكن تطرزيها الاول. طيب احنا كده عايزين بقى نطرز الفم. الاول نشوف مثلا المكان اللي هنحط فيه العين، ولو يكون هو ده كده مكان تثبيت العين، الفم بقى هيتثبت من هنا. هنجيب الخيط من تحت العين كده بشوية بميل، وندخل كده تمام، ونشوف على نفس المكان المسافة من الناحية التانية وندخل هنا. وكده عملنا ايه؟ الابتسامة. وطبعا هتشوفي انت عايزة تثبتي انهي نوع من العيون وتقدري تثبتي، سواء كان النوع ده او السيفتي او هتطرزيها. دلوقتي بقى هكمل
تشبيك القطعة كلها لغاية ما اوصل لهنا، وارجع لكم مع بعض نحط الفايبر. ورجعت لكم هنا بعد ما مشيت بغرز الحشو على كل السحابة، وسبت فتحة عشان أبدأ أدخل منها الفايبر، وأكون محضرة كمية فايبر مناسبة للمقاس اللي أنا اشتغلته. أنا لما اشتغلت السحابة على فتلتين، عشان أنا كنت عملت قبل كده واحدة صغيرة بفتلة واحدة، كان الفايبر بيبان من الفتحات لأن كان الخيط رفيع، فحبيت إن أنا أعمل دي على فتلتين. طب لو أنت حابة تعمليها على فتلة واحدة وحسيتي إن هي ممكن تكون مفرغة، ممكن تعملها بطانة بقماش يكون بنفس لون الخيط اللي أنت بتشتغلتي بيه. هكمل بقى هنا القفلة بغرز الحشو، وبكده تكون السحابة خلصت. وهنا خلاص كملت غرز الحشو وقفلتها، وبكده السحابة بتاعتنا انتهت. زي ما وضحت لك، أنا في الأول ابتديت بعشرين سلسلة، انتي ممكن تبدأي بعدد أكبر أو عدد أقل. وبالنسبة للخيط والإبرة هما اللي بيتحكموا في حجمها، دي بالظبط من هنا لهنا كده 32 سنتي. وزي ما وضحت لك التزايد والتناقص، وهحط لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن بوكس، هما اللي بيعملوا الكيرف او الموجة اللي انتوا شايفينها دي. تقدري تعملي واحدة تانية بشكل تاني خالص، تتحكمي في حجمها زي ما انت عايزة، تكبريها اكتر او تصغريها، تقدري تستخدميها ميدالية او تعمليها حاجة تزيينية في غرفة. زي ما انتوا شفتوا هي معتمدة على السلسلة وغرزة الحشو والتزايد والتناقص. هي سهلة جدا، وتقدري تنفذيها بأي خيط عندك متوفر، وأي طبعا مقاس الإبرة المناسب ليه. يا رب يكون كان شرحي سهل وبسيط وقدرت أوصلها لكم. كان معاكم دعاء محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.